حبايبي رجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده زي ما اتفقنا هنعمل اكل حلو جدا. بصوا انا مهما عملنا جمبري وعملنا كابوريا هيفضل السمك البلطي دايما مرتبط معانا كده بان هو السمك البسيط الحلو، طعمه حلو رخيص، فوائده كتيرة جدا، مش غالي زي الاسماك التانية، ليه فوائد كتيرة جدا. انا بعتمد عليه اسبوعيا لازم ناكل سمك لانه هو مهم جدا لغذائنا ولغذاء اولادنا ولصحتنا. زي ما اتفقنا البروتين الحيواني رائع، بس الاسماك كمان لازم تخلوها يعني اسبوعيا في يوم في الاسبوع في المنيو بتاعكم في البيت. النهارده هنعمل سمك بلطي. سمك بلطي يعني مقرمش، يعني يجنن، يعني مقلي، دي الوصفه المشهور بيها. وسلام لما نعمل كمان طاجن بفريك زي ما اتطلب مننا. ابسط حاجه على فكره، الاكلات البسيطه احلى واطعم اكلات في الدنيا. هنقول يعني ايه سمك يطلع مقرمش، الخلطه بتاعته عباره عن ايه، ازاي ننقي السمك ونشتريه. لازم السمك يكون ناشف معانا، لما ندوس عليه كده يا جماعه يرد معانا على طول، ما يدخلش معانا ده يبقى بايت مش طازه خلاص. لازم يكون بصوا لونه عامل ازاي، احمر جميل، العين بتاعته بتلمع ماشي، لو في خياشيم بس احنا متنظفه، الخياشيم كمان تكون حمراء مش بيضه. لونه بصوا عامل ازاي، لونه مفضفض كده، شايفين بصوا جمال السمك بتاعنا النهارده، حلو جدا. اشمه، لما اشمه كده احطه كده اشم ريحه البحر، مش اي حاجه تانية، عارفين ريحه البحر كده لما تهب علينا اشم ريحه البحر، ده يبقى انا كده واخده سمك ما حصلش، شاريه سمك ما حصلش، متنضف طبعا من جوه، متنضف كويس جدا، متشال منه اي حاجه. بصوا جماله متنضف ازاي، تحفه ويجنن. طيب علشان بقى اعمل خلطه حلوه جدا جدا تخليه مقرمش، الخلطه ما تنزلش في الزيت، يبقى متحيق جوه وبره. هتجيبي الخلاط بتاعك او هتجيبي الكبة بتاعتك، اي حاجة عندك. انا هنا هستخدم الخلاط خلاص. المقادير ماشي، ربنا يخليكي يا مستر طلعت. المقادير عايز اشتغل على طول، انتوا عارفين حماسية بقى وكده. طيب علشان نعمل سمك بلطي يجنن زي ما قلنا ريحته حلوة جدا، هنحتاج ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، توابل سمك، كمون، ليمون، خل، فلفل احمر حار، كرفس، وكمان هنحتاج كاري، وهنحتاج بابريكا، وهنحتاج طبعا دقيق وزيت غزير للقلي. خلاص كده، خلاص كده مقاديرنا بسيطة جدا. الكرفس بيخلي السمك ريحته طعمه حلوين جدا جدا. الخلطة دي انا لو حطيتها يا جماعة من غير ما اضربها واخليها سايلة ايه اللي هيحصل، هتتفضى في قلب الزيت اما هتتشال منه عند الاكل. فانا بروح جايبة الكبة بتاعتي او الخلاط زي اللي موجود عندكم، وابدأ احط فيه مقاديري، ألا وهي طبعا سمك يعني توم، توم سمك يعني توم، أولا بيديله طعم وريحة، وسمك توم يعني لو ما عمل طبعا يا مستر طلعت سمك فعلا توم، وكمون طبعا طبعا، وكمان بحط له رشة صغيرة من الكاري، وكمون أهو، وتوابل سمك. لو ما عندكوش اكتفوا بالكمون وفلفل اسود والتوم والخل والليمون، طبعا سمك يعني ليمون. واحلى مدام ناديه في اسكندريه على عزومه سمك بسيطه. اهلا وسهلا، صباح الفل على بنتي وحبيبتي سيف العسل. حبيبتي ربنا يخليكي، عامله ايه؟ صباح الارزاق، السمك يعني رزق. صح صح بجد، جميل ما شاء الله النهارده طبعا. يعني اكيد المنيو جميل زيك كده حبيبتي، اكيد طبعا احنا لا يعلى على سمك الاسكندرانيه. لا والله بقى ما شاء الله، انتوا بصي يعني شيفات متعلمه، بتقرم وبتعرفوا وبتجيبوا الوصفه اكن احنا اللي واقفين والله يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، بس زياده عن الخلطه أيوة الجميله بتاعتي اديني. ايوه الكرف انا حاطه، حطيتي اهو. انا بحسبه بقدونس. لا ده جميل صح، بيخلي ريحه السمك رائع صح، سواء سنجاري او مقلي او اي حاجه ما شاء الله عليه صح. طب قولي لي اضافاتك تاني يا حبيبتي. ربنا يحيي مخرجنا الاستاذ طلعت طبعا، وبحيي كل كاست البرنامج وكل مشاهدينك المحترمين،
وانت منوره الدنيا يا فيديان. يا مدام نادي عم علاء بيسلم عليكي بيقول لي قولي لهم. اهلا وسهلا بيهم جميعا كلكم حبايبي والله. حبيبتي ربنا يعلم. ربنا يخليكي لينا وما تحرمش منك ابدا. دايما من نجاح لنجاح يا حبيبتي. ربنا يخليكي وتابعينا بقى وقولي لي بكره ايه رايك في السمك. حبيبتي ربنا يخليكي لينا. هضرب بقى كل ده اهو. وشهد شهادة من أهلها من أهل اسكندرية قالوا الكرفس مهم جدا في السمك. أنا حطاه الحمد لله. نضربه بقى. شايفين ضربته بقى خليط ازاي؟ الخلطة دي بقى عندي هنا ثروة. ثروة قومية. انتوا هتشوفوا الخلطة دي انا هعمل مش بس هتبل بيها السمك، انا هحطها في حاجات كتيرة قوي وهقول لكم قد ايه بتبقى حلوة جدا وبتطعم كل المنيو بتاع السمك. هروح اجيب بقى هنا بولة خلاص واحط حبة ماشي واتبل بيهم السمك وخلي الباقي ما مش انا عايزه ده سيد ماشي. واروح بص بقى هنا السمك احنا جايبينه كبير او صغير خلاص. بحب اديله شقوق شقوق ارضيه ماشي اهي كده اهو. بصوا الشقوق دي بس كده وده علشان السمك يخلي طعمه حلو قوي من بره ومن جوه. ونقول الو يا ام رويده. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي ازيك؟ عامله ايه؟ وحشاني والله ليا يومين ما سمعتكي. يا حبيبتي وانت كمان وحشاني قوي. عامله ايه اخبارك؟ والله الحمد لله كويسه. يا حبيبتي قولي لي بقى تكاتك وحركاتك في السمك. انا بموت فيه صراحه. صح؟ أنا بموت فيه والله مشوي مقلي. كلنا. ده اللي ما يتقالوش لا. حبيبتي ده كل اللي ده. صح ده كله ولا ده. حبيبتي ان شاء الله هنعمل النهارده سمك مقلي يا رب يعجبك بقى وتلاقي فيه اضافه بسيطه لان كلكم طبعا اساتذه طبعا. بصوا انا لما بشقه ازاي بيبقى ناشف. لا ده طازه حلو جدا. اتبله بقى ونورتيني يا حبيبتي ودايما سامعين صوتك ومطمنين عليكي. بصوا بقى ابدا اتبله ايه من جوه ومن بره. شايفين بقى شايفين كل حاجه فيه بقى تبلها. ده بقى الخلطه دي ما تتحرقش معايا ماشي. وبعدين الخلطه كل ما كانت في السمك طبعا بصوا كل ما كانت في السمك ناعمه كل ما كانت تتبله اكتر. واخدين بالكم مش ناشفه. بصوا كل حاجه بحطها جوه وبره. ونقول الو يا استاذ حسين. الو السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. حضرتك عامل ايه منورنا؟ احنا الحمد لله احنا متابعين حضرتك والله من زمان بس فرصه سعيده احنا كلمنا حضرتك النهارده. يعني ده حضرتك ده شرف ليا بجد. ده شرف ليا كبير. الله يخليك احنا اكثر. معلش بعد اذن حضرتك. اتفضل. التتبيله اللي حضرتك عملتيها انا ما لحقتش انا اكتبها. ممكن بعد اذنك. حاضر. الله يبارك لك. الله يخليك. حضرتك نورتني بمكالمتك. ميرسي جدا جدا. الله يخليك. تسلم يا خيف. الله يخليك يا خيف. حاضر رنا هننزل المنيو وهنضيف عليه. حاضر حاضر هنضيف عليه بس يا رنا البابريكا والكاري. حصل. طيب هننزل المقادير لحضرتك يا استاذ حسين وان شاء الله تجربه وتلاقي حاجه جديده فيه. بصوا التتبيله ريحتها تجنن تتجنن. بصوا ريحتها رهيبه رهيبه. الليمون بقى بالخل بالقرفس بالثوم بالتوابل السمك. لو ما عندكوش توابل السمك ولا يهمكم عادي جدا ماشي. اهو شايفين من جوه ومن بره. ايوه حفظت يا مستر طلعت. حفظت اهو يا مدام نادية. مستر طلعت بيقول لحضرتك الكرفس موجود معانا. لا دي تحية خاصة لمستر طلعت. بص بقى دلوقتي انا بعد ما تبلته هحطه هنا تمام. ارجعه تاني اهو بقى خطير وريحته تحفة ماشي. هحط هنا بقى ايه؟ هحط مية واركنها كده معايا لحد ما احطه في الدقيق. هحط مية هنا مية ليا فيفا. كل حاجة كل حاجة في وقتها. وانا هقول كل حاجة كده. مستر طلعت لو يسألني حاجة اقول له اتفرج على الحلقة. كل حاجة في وقتها اهي كده. دي الخلطة عندي تمام.
اهي فيها مية، حطيت عليها مية، وده ليه هقول لكم حالا ليه. بس امسح ايدي وارجع علشان احط الدقيق. طيب السمك يفضل يساف في التتبيله دي يا جماعه شويه حلوين، يعني مثلا ساعه ساعتين ايه يتشرب منها كده. دلوقتي التتبيله دي عندي هنا، انا هركنها على جنب خلاص، واروح اجيب حاجه احط فيها الدقيق. لا مش عايزه كنتو، حاجه احط فيها الدقيق، خلطه التغطيه بقى، دقيق، نشا بيقرمش الحاجه خلاص. واحط بقى ايه، بص بقى هحط البابريكا وهحط الكاري خلاص، واحط كمان الكمون وتوابل السمك، ايه ده، واحط كمان رشه ملح. ماشي، ما انا عايزه اخليه طعم جوه وبره يا جماعه، ما هي التتبيله دي عظيمه وكل حاجه، بس انا لما اغطيها بالدقيق يبقى انا كده خلاص ضيعت ملامحها. اقلب ده كده كويس جدا ونقول الو يمين. مودي، زكي مودي، مودي مودي انت معايا، قول الو. الو الو الو. ايوه ايوه، ازاي حضرتك؟ ازيك، انا ايه، الحمد لله، انت عامل ايه؟ تمام كويس. طيب ايه، بتحب السمك ولا بتتغصب عليه ولا ايه؟ بحب السمك بصلصه، بس بحبش المقلي بصلصه. هنعمله على فكره النهارده بالفريك. ان شاء الله هيعجبك. هيعجبك. ميرسي لمكالمتك قوي قوي، ميرسي ميرسي، نورتني بمكالمتك بجد، وان شاء الله هعمله لك يا رب يعجبك. بصوا انا عملت ايه يا جماعه، انا دخلت ايه الدقيق جوه وبره خلاص. هعمل ايه بقى، ركزوا معايا، اهو الميه اللي عندنا اهو، كل حاجه في وقتها اهو، اروح منزلها هنا كده شايفين، ماشي، واروح شايلها بسرعه خلاص دخلت جوه، اروح في الزيت سخن عندي واروح منزلها. ما تخافوش، مش هيفرقع معانا ولا اي حاجه، هينزل يقرمش. احط تاني اهو شايفين، وانا فتحاها علشان اوريكم قد ايه بتبقى مستويه من جوه ومن بره ومقرمشه اهو خلاص. واروح منزليها في الميه خلاص اهي، واخده تتبيله تمام، مصفياها وحطاها شايفين. بصوا بقى ممكن نروح حاطين، شايفين سلايز الليمونه دي، نحطها فين، في الزيت معانا، ممكن نحط قشره بصلايه، يبقى ممكن نحط ليمونه، سلايز ليمونه، قشره بصلايه، بتدينا ريحه في الزيت. ما تشموش ريحه سمك، شامل يا عم علاء ريحه سمك؟ يقول لي بس ريحته حلوه، هو اظن هو شامل بس ريحته حلوه. ونقول الو يا ام اسلام، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ يا حبيبتي انت عامله ايه، طمنيني عليك. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، احسن كتير، الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي، يا رب دايما كل اللي يجيبه ربنا الف كويس. سلامه عليك يا حبيبتي، الله يبارك لك يا حبيبتي. اقول لك ايه، يعني نفس الخطوات اللي بعملها بجد، هي هي والله بجد. طب الحمد لله، وبحط فعلا شرايح ليمون في الزيت. أيوة، بيقلل فعلا ريحه السمك، صح، بس خطوه الميه دي بتبقى رائعه والله يا فيفيان، فعلا اولا السمك مقرمش وطري. أيوة، من جوه حلوه قوي. وحاجه ثالثه بقى، ايه وحاجه ثالثه، ما إيه؟ بيحرقش الزيت. وايه، ما بيحرقش الزيت؟ لا صح، لا برضه. يعني الدقيق لما ينزل فعلا، ممكن انا مش من النوع اللي انا بخلي الزيت اقلي مره ورا مره. لكن ده ممكن يتصفى ويتشال، لكن انا بالنسبه لي زيت السمك ما بشيلهوش خالص. طبعا، لكن ده ممكن تصفيه وتشيليه تاني. فعلا، والدقيق لما بتدخليه جوه التتبيله برده بيبقى حلو قوي. صح، لا بجد فعلا، انت يعني اقول لك ايه، طفولي بجد، ربنا يسعدك يا حبيبتي، ربنا يخليكوا ليا، دايما متألقة يا حبيبة قلبي، يا حبيبتي ربنا يخليكوا ليا بجد، ما تحرمش على كل اللي بتعمليه، وبشكر رنا على ذوقها واخلاقها والله حبيبتي. كل كرو البرنامج ربنا يسعدكم يا رب، حقيقي بجد، كلهم ناس جميله جميله، وهم ورايا فعلا عشان انا اظهر لكم بالشكل ده، لكن هم فعلا
يعني ناس تستاهل كل خير وربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك يا ام اسلام، مبسوطه من شهادتك في اكلي ومبسوطه من شهادتك في طريقه السمك بتاعتي دي، كبيره عندي قوي. ميرسي جدا لحضرتك. بص بقى السمك هنا عندي بيتقلي، حطينا الليمون زي ما قلت الحمد لله، شريحه الليمون والحمد لله. ام اسلام اشادت بالحركه دي، ومدام ناديه اشادت بالكرفس، الحمد لله ماشيه على خطاكم. هنروح لفاصل صغير نرجع لكم بسرعه نكمل احلى وابسط سفره سمك. فاصل صغير نرجع لكم بسرعه.